لنقاش الملف الفلسطيني. ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والصحفي عز الدين إبراهيم. أهلا بك سيد عز الدين، إن كنت تسمعني. الصحفي الفلسطيني ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية. عز الدين إبراهيم، إن كنت تسمعني سيد عز الدين، نسألك في البداية عن تضارب الأنباء حول توصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. نعم، يعني يبدو حتى اللحظة أن الاحتلال يريد أن يثبت حقيقة أنه انتصر في هذه الجولة، لذلك هو لا يتكلم عن تهدئة. حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بشكل عام تكلمت صراحة وقالت أن هناك وساطة مصرية في الساعات الأخيرة تم إبرامها، على أثرها تم التوصل إلى هذه التفاهمات. لكن الاحتلال الإسرائيلي واضح أنه يشعر بنوع من الهزيمة إن صح التعبير، ولا يريد على الأقل في أمام جمهور الداخلي إظهار أن المقاومة حققت سبقا هذه المرة، فبالتالي هو لا يتحدث عن وساطة ولا يتحدث عن أي تهدئة. لكن على الأرض واضح أن الهدوء هو الآن سيد الموقف، لا يوجد أي تصعيد خلال الساعات الماضية، وبالتالي واضح أن الجهود المصرية آت أكلها في الساعات الأخيرة وتم تثبيت هذه التهدئة. لو نتحدث بتفصيل عن هذا التصعيد الصهيوني في الفترة الأخيرة، وتقرأ لنا ردة فعل المقاومة حيال ذلك. يعني المقاومة أرادت أن توصل رسالة بشكل واضح للاحتلال الإسرائيلي على أن بمضمونها أن الرد على الانتهاكات الإسرائيلية أو مستوى هذا الرد لم يتغير. الاحتلال أراد أن يستغل ظرف التهدئة وظرف المسيرات السلمية التي يعني انطلقت في غزة ليثبت قواعد اشتباك وقواعد مواجهة جديدة من خلال قصف أهداف المقاومة الفلسطينية. المقاومة أرادت أن ترد على هذه الرسالة بوضوح على أننا جاهزون للتصدي لأي عدوان، وبالتالي كان الموقف الواضح والموحد من الاحتلال الفلسطيني مجتمعة في بيان واحد على أن التصعيد الإسرائيلي لن يمر مرور الكرام، وبالتالي جاء يعني ذلك الرد كرسالة واضحة على أن المقاومة ما زالت في خير، المقاومة ما زالت تمسك السلاح، ما زالت تمسك بندقيتها، ويعني نتوقع أن الاحتلال فهم هذه الرسالة، والدليل على ذلك أنه يعني اكتفى بما يعني بجولة التصعيد الأخيرة ولم يساعد أكثر من ذلك. الكويت من ناحيتها تحاول كسب دعم للأوروبيين في التصويت على مشروع قرار لحماية الفلسطينيين، إلى أي مدى يمكن للكويت أن تنجح في إقرار هذا القرار في ظل الفيتو الأمريكي؟ يعني جهد الدبلوماسي الذي تمارسه الكويت هو جهد مشكور بالمناسبة، ويعني هذه الدولة الصغيرة مساحة الكبيرة بجهودها حقيقة نجحت في أن تعرقل بيانا أمريكيا يحمل المقاومة الفلسطينية مسؤولية ما حدث. لا شك أن التعويل على مجلس الأمن بشكل كامل لا يمكن يعني أن نتوقع منه الكثير، لكن يعني نحن نقدر الجهود الدبلوماسية التي تمارسها بعض الدول بما أوتيت من قوة، وبالتالي هنالك يعني جهد يمارس هذه الدولة أو تلك. هذا الجهد يعني لن يستطيع أن يوقف العدوان، لن يستطيع أن يعني ينصف الشعب الفلسطيني على مر عقود، وبالتالي لا نتوقع من كثير، إلا أننا لا يمكن لنا أن نتجاهل أي جهد دبلوماسي ولو كان بسيطا أو متواضعا لنصرة الحق الفلسطيني ونصرة القضية الفلسطينية. نعم، بالحديث عن القضية الفلسطينية، صهاينة يهددون اليوم بالعودة رسميا لسياسة الاغتيالات داخل غزة، كيف تقرأ مثل هذا التصريح؟ يعني أنا أقرأه على أنه محاولة أو رسالة إسرائيلية للداخل، يعني نتنياهو يواجه الآن بحملة انتقادات واسعة من قبل حكومته ومن قبل القيادات الإسرائيلية على ما يمكن اعتباره إخفاق في مواجهة المقاومة الفلسطينية، بالتالي هو يريد أن يصعد خطابيا، يصعد كلاميا، أن يهدد ويتوعد، لكنه يدرك حقيقة أن أي تصعيد سواء في موضوع القصف أو في العودة إلى سياسة الاغتيال الإسرائيلية سيجابه برد قوي من المقاومة الفلسطينية، وبالتالي يعني هو باعتقادي يريد فقط أن يعني يعلي من سقف يعني خطاباته لكي يعني يوصل رسالة للداخل الإسرائيلي أننا يعني أننا كإسرائيل ما زلنا قادرين على مواجهة المقاومة وتزيد لهم الضربات، وبالتالي كان التصريحات اليوم التي صدرت عن نتنياهو هي مثيرة للضحك حقيقة عندما تحدث أنه وجه ضربة قاسمة للسلطة الفلسطينية هي الأشد منذ سنوات، على الرغم أن المقاومة لم تخسر أي يعني مقاتل لها باستثناء مجموعة المقاتلين الذين سقطوا في الضربات الأولى.
بالحديث عن تجاوزات، منظمة Human Rights Watch قالت إن هناك مصارف تابعة للاحتلال تمول بناء المستوطنات في الضفة الغربية. ما وراء هذا التجاهل الصهيوني لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية حول وقف الاستيطان؟ يعني الاحتلال كما أسلفت يعني في أكثر من مرة على قناتكم الكريمة، الاحتلال لا يلقي بالا لأي شيء متعلق بالشرعة الدولية، هو يستند إلى البلطجة الأمريكية في المنطقة، ويستند إلى ضوء أخضر الأمريكي في ظل هذه الإدارة اليمينية المتطرفة، فبالتالي هو يفعل ما يحل له. المصادقة على قوانين على بناء استيطان جديد يأتي في هذا السياق، يأتي في سياق فرض الوقائع على الأرض، يأتي في سياق استغلال ما يثار عن من كلام عن موضوع صفقة القرن وما إلى ذلك، فبالتالي هو يعني يفعل ما انتهجه خلال عقود ماضية، لكن هذه المرة يختلف الوضع أنه يستغل الضوء الأخضر الأمريكي، وللأسف الصمت العربي والعجز الدولي عن مواجهة أي نوع من الانتهاكات الإسرائيلية. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.